احنا قفلنا السنه كده، فاحنا غالبا محققين ايرادات اكتر من بتاعه السنه اللي فاتت. بكتير، السنه اللي فاتت كانت 6 مليار 300 مليون، السنه دي 7 مليار 933، يعني 8 مليار الله تقريبا. الله اكبر، زياده مليار ونص، مليار ونص دولار في سنه، برضه رقم كبير الحمد لله. أيوة. ربنا يزيد ويبارك يا رب ان يا شاء الله. رب فرحنا اكتر يا سياده الفريق، دي حاجات كلها تفرح وتبسط. والله حاجه تفرح الحمد لله رب العالمين. طب والله يعني يا برضه فندم السنه اللي فاتت لما يبقى 20,000 سفينه، السنه دي يبقى 23,000 800 يعني تقريبا 24. 24 يعني ارقام برضه الحمد لله بالرغم الظروف. يعني يمكن النهارده لما عرضنا على سياده الرئيس كمان انا قصدت ان انا اعرض سنه 20 21 22، قلت 20 عشان كورونا، 21 استمرت كورونا شويه وبعدين جت الحادثه بتاعت ايفر جيفن، و22 الحرب الروسيه الاوكرانيه، واحنا بقى في المصريين بيعملوا ايه في قناه السويس وازاي بيزودوا الدخل بتاعهم. فكنت يعني اقصد ان انا اعرض 3 سنوات مش سنه، مش سنه واحده يعني. مشروع اليخوت ومشروع بلانسات الصيد ده سياده الفريق، هل اليخوت دي دلوقتي اذا افترضنا ان فلان الفلاني يريد ان يشتري يخت ظريف او لانش سياحي ظريف يقدر يروح للهيئه ويتقدم بطلب شراء والهيئه بتقدم له العروض اللي موجوده انه دي الاسعار اللي موجوده، دي الامكانيات اللي متاحه في اللانشات واليخوت المختلفه، ولا لسه شويه؟ لا والله احنا من دلوقتي احنا ممكن نبقى جاهزين مع شركه ترسانه جنوب البحر الاحمر، ان عنده هو النهارده عرض ثلاث انواع كتير جدا من اليخوت اشكال مختلفه ومتطوره منها، عنده نماذج دلوقتي باسعار، فممكن تطلب ويتحدد له توقيت انه يستلم الحاجات دي ويبدا يشتغل فيها بغض النظر عن ان الشراكه خلصت او لسه، يعني الموضوع ماشي مش واقف يعني شغال. شغالين وبلانسات الصيد نفس القصه شغالين. لا بلانسات الصيد احنا هنعملها كده يعني، هتعمل فتره قال احنا هنمول ونشوف بعد كده ازاي نقدر نديهم للصيادين ونتعامل معاهم ازاي، لكن القصد اساسا يعني قال انا يهمني ارفع مستوى معيشه الصياد دون اللي في البحيره، اللي انا عارف هو حالته عامله ازاي، دايما سياده الرئيس بيشعر بالناس فعلا، بيشعر بظروفهم الصعبه.